هذا إبراهيم الكفاري، مراهق فلسطيني كتب عليه أن يكمل حياته دون ذراع. الكفاري روى كيف توجه يوم القصف إلى سوبر ماركت بعيد بمنطقة دير البلح، آملاً أن يجد فيها طعاماً للبيع. فوجئ بطابور طويل أمام المحل واضطر للانتظار ساعة ونصف الساعة مع والدته، وفي تلك اللحظة قصف الجيش الإسرائيلي المنطقة، فبترت ذراع المراهق وأصيبت والدته بشظايا في رأسها ويدها. أنا يدي راحت انقطعت من مول أبو دلال. أنا إيش استفدت؟ كيف بدي أعيش؟ كيف بدي أعيش؟ كيف بدي أروح؟ كيف هضلني طول حياتي هيك في يد مقطوعة؟ إيش استفدت أنا؟ أنا إيش ذنب إيدي تنقطع؟ وإيش ذنب المرضى التانيين؟ إيش ذنبهم؟ إيش دخلهم؟ الكفاري كان من سكان بيت حانون. تلقى هو وسكان المنطقة أوامر من الجيش الإسرائيلي بالإخلاء، وبدأت رحلة نزوحه من بيت حانون مرورا بمخيمي جباليا والشاطئ إلى أن وصل لدير البلح، ولم يكن يعتقد أن الغارة ستصيبه حتى في الأماكن التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة.